أخبار اليوم. أكيد مصر تاريخ تشارك في حاجة لمصر عشان ندعم السياحة في بلدنا، ونقول إن بلدنا مصر بلد الحد والأمان، ومصر بلد الحد والأمان. إن شاء الله بقرا السينما دلوقتي، لسه مخلصة مسلسلي من يومين وبيتعرض أهو أول يوم إمبارح، وإن شاء الله لسه بقرا ورقة بقى جديد وربنا يسهل. طب إيه سر اختفائك بقى؟ لا مش اختفاء ولا حاجة، هو بس الفترة اللي كان فيها شوية كده أزمات عندنا سياسية في مصر، كانت الدنيا هادية شوية، لكن مش مقصود إن أنا اختفي.